على طول كده عايزه اسالك، ليه بيقولوا دوله 30 يونيو انتصرت للمراه؟ ايه النقط اللي تقدري تعنونيها انها انتصار حقيقي للمراه؟ الحقيقه انا هتكلم من ناحيه التفصيله اللي انا مختصه بيها او شغاله عليها. خلينا نقول ان دوله 30 يونيو انتصرت للمراه فيما يتعلق بتطوير البنيه التشريعيه فيما يخص قضايا المراه، وايضا تطوير البيئه الحاضنه للقانون. يعني مثلا اذا تكلمنا عن تعديل التعديلات الدستوريه، انه من حق المراه 25% من يعني المجالس النيابيه، اذا تحدثنا عن قانون تجريم يعني عدم اعطاء الميراث لكل ذي حقه، خاصه اذا كان دايما المضرور فيه بيكون المراه، اذا ما تحدثنا عن تغليظ العقوبه في من يفلت من اداء النفقه سواء كانت للمراه او للطفل، وبالتالي يبقى احنا هنا برضو بننصر المراه. فعندنا اكتر من حاجه في الحقيقه على مستوى البنيه التشريعيه هي انتصرت للمراه المصريه مقارنه فيما قبل بدوله 30 يونيو اللي كانت بتحاول ان هم يشدونا للخلف ونزلوا سن المرأة فيما يتعلق بالزواج، وأيضا إلغاء قانون الخلع وتفاصيل كتير. خلينا نقول إن الإرادة السياسية أو القيادة السياسية بشكل واضح جدا قالت إن أي قانون ضد مصلحة المرأة المصرية مش هيوافق عليه. سعادة الرئيس قال كده بشكل واضح، وبالتالي فإحنا بعد دولة 30 يونيو في الحقيقة هي انتصرت للدولة المصرية.